هناك فرق بين مفهوم الصبر ومفهوم الرضا. الصبر يعني الهيمنة على الذات وفق ما تتطلبه الضوابط الشرعية والعقلية. عندما يمر الفرد بمعصية نفسه تحاول أن تقتحم هذه المعصية، الصبر يعني يهيمن على ذاته فلا يقتحم. امرأة أجنبية تمر، إن أبصار هذه الفحول طوامح، واحد يعجبه يطلع على الأعراض. هذه حالة مترسخة في الأعماق. الصبر يعني عندما يمر على هذه المعصية يكبح ذاته فلا ينظر. ولكن الرضا يمثل مرحلة متقدمة على مرحلة الصبر. الرضا يعني كما يقول بعض العلماء أن ترتاح لواقعك القائم. مرة ما إلك طريق، ما إلك حيلة، فما حيلة المضطر إلا ركوبها. يستسلم للواقع القائم، صبر. ومرة يرضى بالواقع القائم، يرتاح إلى الواقع القائم، يبتهج بالواقع القائم. هذا هو الذي يطلق عليه الرضا بالقضاء.